السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة KDP أكاديمي. أول حاجة قبل ما نبدأ في هذه الحلقة هذه كنبغي نشكر الناس اللي متبعيني، بفضلكم القناة وصلت أكثر من 1000 متتبع، هذا دليل بأنكم عاجبكم لو كونتوني اللي كنحط. جيسبيغ نكون عند حسن ظنكم، إن شاء الله يكون ديما الجديد في القناة. كنحاول نتطرق لمواضيع جديدة، مواضيع ما كيهضروش عليها الناس بزاف. في هذه الحلقة هذه غادي نشوفوا موضوع جديد ونيش جديدة. لانيش اللي غادي نشوفو اليوم في هذه الحلقة هي الموتيفيشنال كوت كولورين بوك فور ادولت. شنو هي هاد لانيش؟ هادي هاد لانيش عندها علاقة بالكولورين بوك، سي ان تيم بارمي دوتر في الكولورين بوك، دونك خاص بالكبار ولا خاص بالادولت. كما كتشوفوا هنايا الريزلتا 20000، يعني واحد لانيش اللي عليها لا دوموند بزاف وعليها لا كومبيتيسيون بزاف. يعني ضروري في الاول الكتاب ديالكم ديروا ليه الادز باش يبان في الصفحات الاولى ويقدر يتباع. يعني في الاول الا كان يتباع وبدا كيبان غادي تكون عندكم فرصه زوينه باش تقدروا الكتاب ديالكم يتمشى من بعد بطريقه اورغانيك. في هاد لانيش هادي كما غادي نشوفوا كاينين بزاف ديال لي زيكزومبل، يعني هاد الكتب هادو غادي نشوفوا كلكو زيكزومبل باش تفهموا شنو هو الكونتوني ديال هذا الكتاب. هو كونتوني ديال الكولورين، كاين فيه ثلاثه ديال الحوايج اللي مهمين في الكونتوني. دونك غادي نمشيو ليكزامبل الاول. مثلا هذا كتاب كيتمشى مزيان، عنده ريتين ديالو مزيان. الى هبطنا نشوفو في الهيليوم تان المبيعات كل نهار. دونك هذا كتاب كيتمشى مزيان، غادي نشوفو الانتيريور ديالو. دونك كما كتشوفوا الكوفر كيكون على هذا الشكل هذا، يعني كتكون عباره تحفيزيه بالنسبه للشخص اللي غادي يشري الكتاب. لو بوت ديال هذا الكتاب هو بيان سور الكولورين بوك، يعني لو بوت هو هذا الشخص هذا يرسم يرتاح في التلوين ديال الكتاب. كما كتشوفوا هنايا في الكتاب كاينين جوج الحوايج اللي مهمين. اول حاجه هو العبارات الايجابيه ولا التحفيزيه اللي غادي تحطوا في الكتاب ديالكم. ثاني حاجه هو هاد لي ديزاين اللي كاينين في الجنب ديال الكتاب، ولا الديزاين اللي كيكونوا في اللور ديال هاد الجمل التحفيزيه. يعني غادي نشوفوا كاكي زيكزامبل تحت على هاد الشكل هذا، كتشوفوا بان كاينين دي عبارات تحفيزيه واللور كتلقاو واحد لو ديزاين اللي بيان سور على حساب الكتاب كيكون يا اما كومبليكي يا اما صعيب ديرو بحالو، على حساب النيفو ديالكم في الليستراتور، على حساب النيفو ديالكم حتى في لا كرياتيفيتي. يعني كل واحد كيحاول يبدع بالطريقه ديالو. هاد الكتوبه اللي مشين مزيان فورسيمون كتلقاهم داروا واحد لي فور في سورتو في يعني الديزاين اللي كاين في الخلفيه كما كتشوفوا ديال الصفحات. كل صفحه كندوزو عليها مختلفة تماما على الصفحات الأخرى، ولكن كيبقى لو تيم هو نفسه. يعني هنايا كما كتشوفوا ورود وكاينين الأزهار وداكشي، يعني ما كيتبدلش بزاف. يعني فينالمون هو كياخد واحد لو ديزاين ولا واحد الباترن وكيقدر يبقى يعمر في ديك لاباج بداك لو ديزاين. يعني الا خدينا مثلا هاد ليكزامبل اللي كاين هنايا، كما كتشوفوا هنايا كاينين هاد الورود هادو، انا كيبانوا ليا بانهم كيتعاودوا كما كتشوفوا بهذه الطريقه كاينين بزاف. وكاين واحد لو ديزاين واحد اخر تحت من هذيك الورده اللي باينه، كاين ان ديزاين واحد اخر اللي كيلعب عليه باش يبدل عاوتاني الشكل ديالو ويديرو مثلا في لو سونتر ديال الكتاب. يعني كيمشي بهذه الطريقه هذه باش كيقدر يخدم على الصفحه ديالو. و اون فوا ايلي ساتيسفي بلاباج ديالو، ديك الساعه كيقدر يدوز لصفحه واحده اخرى. ثاني حاجه اللي لاحظت في هاد لانيش هادي، من غير العبارات التحفيزيه ولو ديزاين ولا لو باترن اللي كاين في الخلفيه ديال الصفحه، كيحاول الشخص ديما يعبر بطريقه فيزيوال على داكشي اللي مكتوب. يعني مثلا هاد الشخص هذا كيحاول يدير مثلا هنا لي زيتوال كما كتشوفوا، هنا لي كور، يعني ما كيحاولش يدير غير جمل بسيطه وصافي، كيحاول يدير على اضافات باش تبان عنده واحد الشكل وباش تبان زوينه في الرسم.
دونك كيما غتشوفوا انا ندوز ان دوزيام اكزومبل. دونك بنفس الطريقه لي كوفرتور كيلعبوا عليهم مزيان في هاد لانيش بالضبط، غادي تلقاهم بانهم فريمون لي كولور كاينين بزاف سورتو في لي كوفرتور باش ياتيريو لاتونسيون، حيت بيان سور هنا كنهضروا على الكولورين، يعني فورسيمون خاصك تلعب على الالوان في الكوفرتور باش كومسا تاتيري لاتونسيون ديال الشخص باش يقدر يوريك لك على او موان يدخل الصفحه ديال الكتاب ديالك، وديك الساعه نتايا والمجهودات ديالك اللي غادي دير في الصفحه، يعني غادي تكون خدمتي على لا بارتي ديال اي بلس كونتنت باش تبين وتعطي فرصه للكوستومر يشري الكتاب ديالك. يعني خصك تبين بشي طريقه زوينه الانتيريور ديال الكتاب ديالك، وبهذا الشكل هذا تقدر تحقق مبيعات. كما قلت لكم في الاول، يعني لانيش عليها لا دوموند بزاف كتمشى مزيان، ولكن كاينه لا كونكورونس، خاصك في الاول ضروري تخدم على الادز، يعني يبان الكتاب ديالك اما في الاول باش تشوف واش كاينين شي مبيعات، واش الناس كيعجبهم الكتاب ديالك، وديك الساعه ملي تمشى الكتاب ديالك تقدر تبدا تنقص تدريجيا من الثمن ديال الاشهار اللي كدير. دونك كما كتشوفوا لي كوفرتور مهمين بزاف باش على الاقل الشخص يدخل يورك على الكتاب ديالكم ملي يبان ليه في لا ليست. يعني ماشي بالضروره يكون الاشهار، حيت في الاول امازون كيقدر يبوسي الكتاب ديالك يبان في الصفحات الاولى بلا اشهار. من بعد الا تمشى لك مزيان الحمد لله، سينو الا ما تمشاش لك الكتاب في الايامات الاولى خاصك تسنى واحد شويه ومن بعد دير الاشهار، وتشوف من بعد هذاك الاشهار اللي غادي دير واش كاينين مبيعات، كتحقق مبيعات ولا لا. بزاف الناس كيدخلوا الكتاب ديالك، يعني كتقدر تشوفها في الادز كيدخلوا الكتاب ديالك ولكن ما كاينينش مبيعات، هذا كيعني بان عندك شي مشكل في الكتاب، ولا بدات الشخص شاف الكتاب ديالك ولكن يقدر يشري ديك الساعه، ولكن يقدر يشري حتى من بعد. دوك على حسب الاناليز ديالك غادي خصك تاميريوري الكتاب ديالك، مثلا بدات ما خدمتيش على الاي بلس كونتنت، يعني ما بينتيش الانتيريور ديال الكتاب، حيت كما كنقول لكم ديما 60% ولا اكثر من 60% ديال لي زوتيليزاتور راه كيخدموا بالتليفون موبيل، يعني الخاصيه ديال اللوك انسايد راه ما كايناش في التليفون، دونك الاي بلس كونتنت هي اللي فيزيبل في التليفون وهي اللي تخدموا عليها. ما يمكنش تحط الكتاب ديالك لايف وتبقى تستنى يتباع زعما بطريقه اورغانيك، حيت في الاول امازون ما كيكونش ماندكسي الكتاب ديالك، سي نورمال حيت امازون عنده واحد الالغوريثم كيخدم على حساب تباع لك الكتاب ديالك بدا كيتمشى عاد غيبدا اندكسي، كيخدم باش يماكسيميزي المبيعات ديالو، هذا باش كيخدم الالغوريثم. دونك غادي نكملوا نشوفوا دوتغ اكزومبل كما كتشوفوا هذا الشكل هذا، اختار يدير واحد لو كاري يدير فيه لو ديزاين ويدور عليه لو باترن. يعني خاصكم تلقاو واحد سيغ انترنيت بيان سور راه كاينين بزاف ديال الاشكال في فري بيك مثلا، غير هو فري بيك ما تنساوش بان ديما كنقولها خاصك الا كنتي غتاخد واحد لو ديزاين ديال واحد لوتور خاصك دير ليه لاتريبيسيون، يعني تقدر ديرها ليه في الاول ديال الكتاب ديالك، تقدر تقول لهم بان كلكو ديزاين راه مخودين من عند هاد لوتور هذا في لو سيت ديال فري بيك. دونك الا كنتي غادي تخدموا في فري بيك ضروري لاتريبيسيون ديال لوتور. كما كتشوفوا هذا مشى على هذا لو تام هذا ديال لو كاغي وكيحاول يدمج فيه الورود والاسعار وداك الشيء، كيحاول يدير كما كنشوفوا دونك دو مور اوف وات ميك يو هابي، يعني شي حاجه اللي ايجابيه. بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا كاينين بزاف ديال الاشكال اللي تقدروا تخدموا عليهم، ماشي بالضروره يكون لو ديزاين كامل في لاباج، يعني كما كتشوفوا هنايا كينوع شي شويه باش حتى الشخص اللي كيلون ما غاديش يمل. غادي نشوفوا نوتر اكزامبل قبل ما ندوزوا للطريقه ديال كيفاش نخدموا الكتاب في الالستراتور. وكما كتشوفوا هذا الشكل هذا الا لاحظتوا غادي نخليكم تشوفوا دوت اكزامبل في هاد لانيش، بيان سور لاناليز ضروري ديروها، واخا انا كنحاول نعطيكم كيكو اكزامبل في الاول باش نشرح لكم من بعد الطريقه ديال كيفاش تخدموا، يعني ضروري كنوريكم غير لي زاستوس كيفاش
انا كندير لا غوشيرش مثلا، شنو هما الحوايج اللي كنلاحظ باش نحاول ندمج هادشي كامل اللي تعلمت واللي قلبت عليه في الاناليز وندخله عندي في الستراتور ونخدم به، ويكون شي حاجة اللي هي اونيك ديالي. دونك ديما كنشوف شنو نقدر ناميليوري في الكتاب اللي في الكتوبة اللي كاينين ديجا اون لايف، وشنو نقدر شنو هما الاضافات اللي نقدر انا نزيد في الكتاب ديالي باش نعطي فرصة للكتاب ديالي يتباع. يعني هذا الشخص هذا كيخدم حتى هو بنفس الطريقة، الفرق بينه وما بين لي زوتر هو بان الكتابة ديالو هنايا ندور عليها بهذا الكحل هذا. غادي نشوفوا هذا ليكزومبل هذا كيفاش غنقدروا نديروه في الستراتور. دونك هو لو تيم ديالو كيخدم بهذه الطريقة هذه، كما كتشوفوا يا اما كياخد الجمله كامله يا اما ياخد كلمه بكلمه ويدور عليها بهذاك الكونتور نوار. دونك كما كتشوفوا ثاني حاجه كاينين جوج انواع ديال الاشخاص، كاين اللي كيصايبوا لي ديزاين ديال الكتابه. كاين الشخص اللي كياخد مثلا كل صفحه غادي يكون فيها واحد لو ديزاين على هذا الشكل، وكاين الشخص اللي كيبريفيري في الصفحه اللي اللور ديال هاد لو ديزاين هادي كيدير صفحه نوار يقدر يزوق بها ولا يقدر يخليها غير نوار توكو. هادي لاش كتليق؟ هادي كتليق سورتو الا كنتي الا كانوا الاشخاص غادي يرسموا مثلا بالفتح ولا شي حاجه، كيقدر يبان حتى في الصفحه اللي موراها، يعني يبان حتى في هاد لو ديزاين. وهذا الشيء زعما شي حاجه اللي ما كيبغيوش هما، يا مثلا الشخص اللي غادي يشري الكتاب ما كيبغيش يكون عنده هذا المشكل. دونك هنايا كاين هاد لاستيوس هذا ديال كترجع الصفحه للور بالاسود كتغطي شي شويه، ولكن انا كنقول تقدر دير هاد اللعيبه هادي، يعني دير صفحه سوداء ودير عليها دي ديزاين باش ما تبانش فريمون كامله كحله. ولا بالنسبه لي انايا كتقدر تدخلها في لي انستركسيون، يعني في الفوق ديال الكتاب كتقدر تقول لهم بانه من الاحسن زعما تحطوا ورقه ولا جوج ما بين الصفحات، باش كومسا حتى فاش غيكون الشخص كيرسم مثلا بلو فوتخ واخا يدوز لو فوتخ الجهه الاخرى ما غاديش يقيس لو ديزاين واحد. دونك انا جي فيو دي زيكزامبل ديال دي بيرسون اللي دايرين هاد لي انستركسيون، وزعما سا مارش، يعني تقدروا ديروها بهذه الطريقه هذه. دونك كيما شفتوا غادي نرجع لو ديزاين. دونك هنايا كاينين ثلاثه ديال الحوايج اللي خصنا نخدموا عليهم. اول حاجه هي لو تكست، يعني طريقة الكتابة ولا الخطوط منين خصنا نجيبوهم. هنا بيان سور كاين جدل، كاين اللي كياخد اي فون لقاه سوغ انترنيت كيخدم به. ما عرفتش الصراحة واش امازون كيحكروا بزاف على هذه القضية هذه، مي انا كنحاول ديما ما امكن نمشي نقلب على دي فون اللي هما فري فور كوميرشال يوز، يعني غادي نقدر نخدم بهم انا بالي هاني. دونك غادي نشوفو كيفاش نقدروا نقلبوا على هاد لي فون هادو لي كوميرشال يوز. كاينين بزاف ديال لي سيت، مي لا ريشيرش راها تري سامبل، يعني الا مشيتو غير سوغ جوجل وقلبتو على فون مثلا تكتبو FONT فور فري كوميرشال يوز غادي تقلبوا شويه الوقت غادي ياخذ لكم، ولكن غادي تقلبوا غادي تلقاو بزاف ديال لي فون اللي هما ديسپونيبل فري فور كوميرشال يوز وتقدروا تخدموا بهم. دونك في هذا الموضوع ديال لي فون خصكم تعرفوا بانه خصكم تقلبوا على سورتو دي فون اللي كيبانوا بحال مكتوبين باليد، يعني يا اما الكورسيف بحال اللي كنت وريتكم في ليكزامبل ديال الكتاب اللي كنت هضرت عليه ديال الهاند رايتين كورسيف هاند رايتين، وكاين لا كاتيجوري ديال الكاليغرافي، يعني حتى هي بطريقه ديال كتبان بحال شخص اللي رسمها. ثاني حاجه في توجور في لانيش في الديزاين ديال الصفحه ديالكم غادي نشوفوا كيفاش بيان سور كديروا هاد لو كونتور، ساهل ماشي شي حاجه كومبليكي في الستراتور. ثالث حاجه غادي نقلبوا على هاد العبارات التحفيزيه، غادي نشوفوا من كنجيبوهم وكيفاش هاد الاشخاص هادو قلبوا عليهم، حيت كاينين شي عبارات تحفيزيه اللي هما تريد مارك، يعني ما يمكنش تستعملهم. كاينين بزاف اللي ما عارفينهمش الناس، غادي نوريكم الطريقه كيفاش تقلبوا على واش عباره واش داخله في التريد مارك ولا لا. واخر حاجه هو لو ديزاين، وهو تا هو الى تري امبورطون،
يعني في الاول كما كتشوفوا هذا لو ديزاين هذا كيبان لكم كومبليكي، ولكن الا لاحظتوا مزيان كتلقاو واحد لو باترن كيتعاود في لو ديزاين. يعني كتشوفوا بان كاينين بعض الصور اللي كي ديال الورود اللي كيتعاودوا بحال هذا الشكل بحال هذا الشكل. يعني هنا في الصورة كاملة تقدر تكون غير 4 ولا 5 ديال لي ديزاين، وكيبقى يشكلهم بواحد الطريقة باش يعبر على صورة كاملة، باش تكون عنده صورة بواحد الطريقة باش تكون عنده صورة كاملة اللي يقدر يحطها في اللور ديال العبارة التحفيزية ديالو. هادشي كامل غادي نشوفو إيلستراتور من هنا شوية. دونك كيما ديما كنهزو البي دي اف اللي كنريكيبيريو من بوكبول جينيراتور، وكنحطو في إيلستراتور ديما بنفس الطريقة هادي. دونك هنا غادي نختار مثلا نامبورتي غير صفحة واحدة، غادي نوركو على اوكي. دونك غادي ناخدو غير ان اكزومبل ديال صفحة واحدة، حيت بيان سور لي ديزاين كيتعاودو، دونك تقدرو تخدمو من بعد على لي ديزاين اللي بغيتو. دونك كيما كتشوفو هنايا عندي لا فيرسيون بي دي اف، يعني ما تنساوش الا كنتو غادي انغوجيستريو الخدمة ديالكم، يعني تغونغوجيستريوها سو فورما اي يعني إليستراتور، وعاد من بعد الى بغيتو تاكسبورتيوها بيان سور تاكسبورتيوها على فورما بي دي اف. دونك اول حاجة كيما قلنا غادي خصنا نشوفو لي فون اللي غادي نخدمو بهم اللي غادي يكونوا فري فور كوميرشال يوز. دونك غادي نمشيو سوغ انترنيت ونقلب. دونك باش نقلبو على لي فون كنمشيو لجوجل كنطابيو فون فور كوميرشال يوز، افيك ان بو دو ريشيرش كتقدروا تلقاو دي فون اللي هما ديسپونيبل فور كوميرشال يوز وتخدمو بهم. يعني هنا الا قلبتو شي شويه غادي تلقاو بيان سور دي ليان ديال دي سيت اللي كيكونوا على فوا فيهم شي حوايج اللي ماشي اللي عندهم ليسونس وشي حوايج اللي هما فور كوميرشال يوز. بيان سور تقدروا تبداو تافينيو لا ريشيرش ديالكم حتى تلقاو داكشي اللي بغيتو. دونك هنا مثلا الا دخلنا ليكزامبل ديال هاد لو سيت هذا فون سبيس، دونك الى مشينا لهنا هاد لو سيت كيبروبوزي بزاف ديال لي فون كيما كتشوفوا، ولكن واش كاملين بيان سور غراتوي ولا لا. دونك ميم سي قلبت على في جوجل على فور كوميرشال يوز، يعني فاش كتدخلوا لو سيت خصكم مازال تزيدوا ديروا اون بتيت ريشيرش باش تاكدوا واش داكشي هو هذاك ولا لا. دونك هنا كاينين دي فون اللي كتشوفوا بانهم مكتوب هنا كليرمون بيرسونال يوز فري، يعني ماشي ديسپونيبل فور فري كوميرشال يوز. دونك اول حاجه غادي ديروا هو غادي تمشيو لهاد لو فون هذا، غادي تكليكيو عليه، ومن بعد غادي تكليكيو على كوميرشال يوز. اولا كاينه طريقه واحده اخرى، يعني يا اما تكليكيو هنا يا اما تجيو تفلتريو بكوميرشال يوز بهاد الطريقه هادي. دونك هاد لو سيت هذا كيمكنكم باش تفلتريو على شنو هما لي فون لي هما 100% فري كيما كتشوفو هنايا، لي تقدروا تخدموا عليهم. لافونتاج سي كو فهاد لو سيت يعني كاينين شي حوايج لي كيتابديتاو، يعني شي حوايج لي جداد، يعني كيما كتشوفو هنايا هادو يلا تحطو بريسك ميم با اون سيمين. دونك كيما كتشوفو تاني حاجة لي زوين فهاد لو سيت، يعني كيقدر يعطيكم واحد لا فيو على مثلا واحد لو مو اللي بغيتو يبان في الكتاب ديالكم ولا اللي غادي تخدموا عليه، وبغيتو تشوفوا الشكل ديالو قبل ما تيليشارجيو لو فون. يعني انا مثلا الا بغيت ندير مثلا هابي ونشوف الشكل ديال هابي كيفاش غتبان، سورتو الاش مثلا في او ديبي بهذه الطريقه هذه. كما كتشوفوا كاينين بزاف ديال لي ديزاين اللي كياخذوا هاد لو مو هذا اللي ريشيرشيت به. وهنا راه كتشوفوا 1000 ريزولتا، يعني كاملين 100% فري بيسكو انا مكوشي في لو فيلتر ديال كوميرشال يوز. يعني راه كاين بزاف ديال لي تروك اللي تقدروا تخدموا عليهم. دونك هنا غادي نمشيو سورتو لا بارتي دي، يعني الا جينا نفلتريو هنايا في كوميرشال يوز غادي نهبطو مثلا لتحت. هنايا كيعطينا 10000 ريزولتا، هي شي حاجه اللي مزيانه. وغادي تلاحظوا واحد اللعيبه لتحت سميتها ريليتد فونت ستايل، هذه كتقدر تزيد تعطينا اكثر في لو فيلتر، يعني نقدر نزيد نفلتري على شنو اللي بغيت، اما كاليغرافي يا اما الكورسيف ولا شي حاجه فانسي ولا الهاند رايتين. يعني هادو كيعطيكم واحد الاشكال اللي كيعبروا على داكشي اللي دايرين هما في الكتابه ديالهم. يعني كاليغرافي مثلا لو وركت عليها غادي يعطيني شي حوايج اللي زعما دي فون اللي هما مزيانين اللي نقدر نتانسبيرا منهم.
حاجة أخرى، مثلا دخلت لهذا ليكزومبل هذا ديال هاد ديال هاد ليكريتور غير بوغ ليكزومبل، ماشي فورسيمون هو اللي غادي نستعملو في ليكزومبل ديالنا. دونك هنايا فاش كانت كتبان ليا بان 100% فري، دونك فاش دخلت كنشوف لو لا ديسكريبسيون كيبان ليا بان هنايا ليسنس از، وهنا مكتوبه اس اي ال اوبن فون لايسنس. تو سامبلومون شنو تندير انايا، غادي نمشي نريشيرشي على هاد الليسونس هادي باش نحاول نفهم واش هادي فري فور كومين شير دوز ولا لا. دونك انا كاين بزاف ديال لي كيسيون في بزاف ديال لي سيت، كنقلب بليزيوغ سيت باش نتاكد. مثلا هاد لو سيت هذا سي تري بيان، هذا ويكيبيديا، يعني تقدر ما يكونوش لي زانفورماسيون 100% فري. دونك اي واحد يقدر يكتب شي حاجه، اي حاجه في ويكيبيديا، يعني تبازاو سورتو على دي سيت اللي كيكونوا بليز اون مافيابل بحال هذا اوبن سورس، يعني كيقول لك بان لا ليسونس تقدر تخدم بها سونز اوكان بروبليم. يعني بزاف ديال لي سيت الا قلبتي فيهم غادي تلقى بانهم نفس لا ريبونس كتكونفيرجي. يعني انا نقدر نستعمل هاد لا زعما نقدر نستعمل هاد لو فون سون بروبليم. دونك غادي ناخدو ان اكزومبل ديال هاد الشكل هذا اللي رانا نخدمو عليه. دونك لافونتاج فهاد لو سيت هذا فاش كتدخلوا لاون كريتور كيقدر يعطيكم ليكزومبل ديال لي كريتور على شكل فواحد الصوره. وهنا لي كريتور ديالنا بيان سور غادي تجيو لهاد لي 3 بوين، وغادي ديروا داونلود فايل باش تيليشارجيو لو فيشي. لانستالاسيون، بالنسبه لانستالاسيون سهله، كتحلو غير لو فيشي اللي تيليشارجيتو ومن بعد كتلقاو انستالي. دونك كنوريكم كيفاش داير الشكل ديالها. دونك انا تيليشارجيت لو فيشي كما كتشوفوا هو هذا. دونك كيتحل لي على البروغرام ديال لابوليس ديال الويندوز، كيحلو لكم على هذا الشكل، كيعطيكم ان اكزومبل ديال كاع لي كاركتير باش كومسا تاخدو فكره. ومن بعد كاينه الفوق، يا اما امبريمي يا اما انستالي. دونك كتوركو على انستالي صافي، وكيت انستالا كيطلع لكم واحد البوب اب كوم كون انستالا. دونك هادي حاجه سهله. دونك دابا لو فون ديالنا تانستالا، غادي نقدروا نخدموا به بالاليستراتور. دوزيام شوز اللي غادي نخدموا عليها دابا هي لدوك العبارات التحفيزيه ولا العبارات الايجابيه الا بغينا نقولوا، منين غنقدروا نخدموا عليهم، منين نقدروا نتانسبيراو من اي سيت. دونك انا بالنسبه ليا جو فوا دو سيت اللي نقدروا نخدموا عليهم، ولكن ان بليزيور ليسونسييل سي كو نتوما تقلبوا على كاع الطرق باش تقدروا تخدموا على هاد لي كوت ومنين تجيبوهم. دونك بالنسبه ليا كاينين دو سيت، الاولاني اللي هو بيكسابي، كيعرفو تو الموند، يعني بيكسابي تقدر تريشيرشي مثلا على كوتس ولا بوزيتيف كوست كوتس، يعني دي زيماج ولا دي فيكتور. يعني دو بريفيرونس انا كنقلب على لي زيماج، يعني باش نشوف لي كوت اللي غادي بروبوزي عليا. دوزيام سيت اللي هو ريد بابل، في بزاف ديال بوزيتيف كوت وزعما شي في لا كونكورونس سورتو، يعني غادي تلقاو بزاف ديال لي زيكزامبل اللي تقدروا تانسبيراو منهم. يعني الا جينا هنا في لا ريشيرش وقلبنا على بوزيتيف كوتس، غادي تلقاو فريمون بزاف ديال لي فراز اللي تقدروا تخدموا في الديزاين ديالكم. حاجه وحده اللي غادي نقول لكم سي كو فاش غادي تاخذوا هاد لي فراز، بيان سور خصكم ضروري تقلبوا عليهم واش تريد مارك ولا لا. دونك غادي نوريكم ليكزامبل كيفاش كنديروا نقلبوا على واحد لا فراز واش تريد مارك ولا لا. دونك غادي نرجع مثلا غادي نرجع لبيكسابي، غادي نختاروا مثلا واحد لو ديزاين اللي نقدروا نخدموا عليه بحال دابا هذا الشكل هذا ديال توداي اي ويل شاين، نقدروا نخدموا عليه بداك لو فون اللي تيليشارجينا. وغادي نوريكم الشكل في الستراتور كومون سا مارش. دونك قبل ما ندوزو للالستراتور غادي نكملو توجور في لا ريشيرش ديالنا. دونك شنو غادي يبقى لينا؟ غادي يبقى لينا دابا باترن اللي غادي نخدمو عليه في اللور ديال العبارات التحفيزيه ديالنا. في الباترن بيان سور غادي تمشيو للفري بيك، كما قلت لكم الا كنتو غتختاروا واحد لو باترن يعني ضروري ديروا لاتريبيسيون ديال لوتور في الكتاب ديالكم. دونك في لي باترن بيان سور شنو غادي تريشيرشيو، تقدروا تريشيرشيو بهاد سيملس باترن. سيملس باترن كتعني بان زعما دي ديزاين اللي هما هوموجين بيناتهم بلوز او موان. وهنايا كما كتشوفوا راه كاينين بزاف ديال لي ديزاين، بزاف ديال لي زيماج ولا لي كوليكسيون الا بغيتو يجبد لكم باغ كوليكسيون. كتلقاو هنايا مثلا بزاف ديال لي ديزاين اللي تقدروا تخدموا عليهم.
يعني كاينين بزاف ديال الاشكال، خصكم تختاروا سورتو اشكال اللي هما ماشي كومبليكي وماشي صغار بزاف، حيت لا بيرسون اللي كتبغي تخدم على الكولورين ولا اللي غادي تشري الكتاب ما غاديش يعجبها يكون ان ديزاين صغير، حيت حتى في الرسم بيان سور ما غاديش يكون زوين. يعني من الاحسن اختاروا ديزاين اللي هما باينين، شي حاجه اللي زعما واضحه وكبيره سورتو. يعني هنا هاد سيملاس باترن تقدروا تاجوتيو مثلا في الاول، بغيتو ان تيم سورتو ديال الفلاور، غادي تلقاو بزاف ديال لي زيكزامبل اللي غادي تجبدو لكم اللي تقدروا تخدموا بهم. ولكن كما كنقول لكم باش تافيتو كاع لي بروبليم ضروري ما تبريسيزيو لوتور، يعني باش ما يكونش عندكم مشاكل. دونك هنايا انا اختاريت لكم في هاد ليكزامبل هذا، هاد الشخص هذا عنده دي زيكزامبل ديال سورتو ديال لي موندالا بلس لي ديزاين اللي كيخدم بواحد الطريقه اللي زوينه كما كتشوفوا هنايا، هادي تقدر تكون كونفيرتي زوينه اللي تقدروا تستعملوها. سينو غادي ناخدو ان اكزومبل على هاد الشكل هذا مثلا وغادي نخدمو عليه. دونك هاد ليكزومبل هذا غادي نخدمو عليه في لو ديزاين ديالنا. دونك غادي يبقى لينا دابا كيفاش نتاكدو من العبارات اللي غادي ناخدو واش نقدروا نستعملوهم ولا لا. دونك باش نقلبو على واحد العبارة تحفيزية ولا إيجابية واش داخلة في تريد مارك ولا لا، كتمشيو غير لجوجل كتقلبو على سيرش تريد مارك، كيطلع لكم هاد لو سيت هذا ديال اليو اس اي اللي تقدروا تخدموا به. دونك الا كليكيتو على لو بروميير ليان غادي يديكم لهاد لاباج هادي، من بعد كتكليكيو على سيرش اور تريد مارك داتابيز، دونك غادي يديكم لهاد لاباج من بعد، وغادي تختاروا بيزيك وورد مارك سيرش، يعني هاد الاولى هادي، وغادي يجبد لكم هاد لو فيلد هذا باش كتبداو تقلبوا على الكلمات ديالكم. بحال انا ليكزامبل اللي خديت مثلا توداي اي ويل شاين، بحال هذاك اللي ليكزامبل اللي شفنا في بيكسا باي مثلا، هادي غادي نخليها مكوشي هنايا. من بعد في لو دوزيام فيلد غادي نختار لايف، تقدروا بيان سور تختاروا لايف اند ديد، معنيته بان بغيتو تشوفوا مثلا حتى لي تريد مارك اللي ما بقاوش كانوا اكتيف واحد ان سيغتان مومون ما بقاوش اكتيف. هنا في لي شون يعني تقدروا يا اما تختاروا الكلمات اللي يعني غادي فيلتري لكم هي على الكلمات اللي كاينين بالنسبه لهاد الجمله هذه، يا اما تختاروا بانه بغيتها اول، يعني قلب ليا في هاد لي شون كاملين، يعني في السيريال ريجستريشن نمبر، في لو شون الاولاني، في الاونر نيم ان ادريس، ولا نختاروا كلشي. دونك غادي ندير كلشي مثلا، وهنايا في الريزولتا كتقول ليه خاصك زعما الريزولتا اللي غادي تجبد ليا، يا اما غادي تجبد ليا الجمله على يا اما تجبد ليا الجمله كامله، يا اما غادي تجبد لي مثلا الجمله كامله، يعني تقدر تكون بيان سور ناقصه شي اس ولا شي او ولا هذا، هو كيجبد لك كاع لي كاب بوسيبل. سينو الا بغيتي تقول ليه جبد لي اي ريشيرش بالنسبه لهاد الكلمات اللي عطيتك، يعني ماشي بالضروره تجبد لي الجمله كامله واش كاينه ولا لا، يقدر يجبدها لك بهذه الطريقه. سينو كتقول ليه جبد لي نفس الجمله اللي انا بريسيزيت لك تما. دونك انا كنخلي هاد لا ريشيرش الاولى باغ ديفو وكنورك على هاد سبميت كويري. دونك الا كان دي ريزولتا غادي تجبد لكم بيان سور طابلو وفيه دي ريزولتا، سورتو الا كنتو اختاريتو لايف انديت غادي تجبد لكم بزاف ديال لي ريزولتا، سا ديبون على لي موكلي ولا لي فراز اللي دخلتو. الا ما كانش دي ريزولتا راه كيقول لكم هاد الصفحه هادي بانه ما لقات حتى شي ريزولتا اللي تابعه لو فيلتر اللي اختاريتي. الا تخرجت لكم هاد لاباج معناتها بانه ما كاينش مشكل، يعني تقدروا تخدموا بها. دونك بهذا الشكل هذا تقدروا تانسبيرو من بيكسا باي بالنسبه لي كود، وتانسبيرو حتى من ريد بابل، راه فيه بزاف ديال لي فراز اللي زعما الناس كيبدعوا فيهم ماشي فورسيمون تريد مارك. وبهذه الطريقه هذه تقدروا تاكدوا على الاقل واش داكشي ما غاديش يكون فيه بروبليم ولا لا. دونك كما كتشوفوا دونك هادي كيستعملوها بزاف ديال الناس الطريقه هادي. دابا غادي ندوزو باش نشوفو لو ديزاين كيفاش غادي نخدمو في الوستراتور. عندنا دابا كاع لي زيليمون اللي دزنا عليهم ريكوبيرينا كاع داكشي اللي بغينا، دونك غنمشيو للوستراتور وغادي نبداو نخدمو. دونك اول حاجه غادي نبداو بها هو العباره التحفيزيه اللي اختارينا اللي هي اي ويل توداي اي ويل شاين. دونك غادي ناخدو التكست ديالنا غنوريكو هنايا، مثلا غادي نكتب مثلا اول كلمة اللي هي توداي، غنسيليكسيونيها غادي يمشي البروبرييتي
ومن بعد غنحاول نكبر لاطاي ديالها. دونك غادي نمشيو على يون طاي مثلا ديال 180 بوان على هاد الشكل هذا بهاد الطريقه هذه باش تبان ليا كبيره. ديك الساعه كنقص لافيشاج هنا بيان سور، غير هنايا غير باش نوضحها. هنا لافيشاج كيبان لكم مزوينش، يعني هذا ماشي مشكل ديال الالستراتور، هذا مشكل غير في لافيشاج. اللي ما عرفش كيفاش يدير يحل هذا المشكل، ساهل، غتمشيو غير لافيشاج وهنا غديروا ابيرسو افيك سي بي يو. بهذه الطريقه هذه غادي تكون دابا لافيشاج ديالكم واضح. دونك هنايا لا تاي بيان سور ما تحكموا على لا تاي ديال الكتابه واش كبيره ولا صغيره، حتى سورتو تختاروا لو ديزاين ديالكم. يعني هنايا غادي نمشيو نقلبوا على لو ديزاين اللي تيليشارجينا توت على اللي هو هذا. دونك هنا كما كتشوفوا هذا الديزاين جا مزيان سونتري، دونك بهذا الشكل هذا. غادي نكمل بنفس الطريقه باش نكمل لو ديزاين. هنا غندير الت وغادي نكوبي لو ديزاين ديالي، وهنايا غادي نكمل الافخاز ديالي على هذا الشكل. مثلا نقدر ندير هنا مينيسكول بهذه الطريقه هذه، ومن بعد بنفس الطريقه غادي نكمل الجمله ديالي على هذا الشكل هذا. ما تنساوش ديما رجعوا للور باش تشوفوا الشكل النهائي ديال هذا لو تيكست هذا، واش عجبكم ولا لا. دونك هذه بالنسبه لي انا نقدر نصغرها، مثلا نعطيها 120 بالطريقه هذه، نحطها هنا. دونك هذا الشكل هذا نقدر نخليه مثلا ونحاول ندير نسيليكسيونيهم بثلاثة مثلا. الا ما عجبونيش لي طاي ديالهم نقدر نجي بيان سور نزيد نصغر باش ما يكونوش غير هما اللي باينين في لاباج، باش يبان ليا شويه اوسي لو ديزاين. دونك نزيد نصغرهم مثلا على هذا الشكل هذا. و اون فوا انا ساتيسفي بلو ديزاين غادي ندير مثلا كونترول جي باش نجروبيهم كاملين. دونك يا اما كونترول جي بوغ لو راكورسي، يا اما كتمشيو لوبجي و كديرو اسوسي هنايا. دونك دابا الشكل ديال الجمله التحفيزيه ديالي راني صايبتو. دابا غادي نحاولو نديرو هذاك لو كونتور اللي كنت شرحت لكم داك النهار كيفاش غادي نديرو ليه. دونك ساهل، لو كونتور غادي نديرو بعدا نسيليكسيون كلشي، غادي نديرو كوبي، ومن بعد غادي نجيو غنديرو كولي سور بلاس. دابا دار ليا جوج ديال الجمل وحده فوق من وحده، ما كيبانش لكم هنايا سي نورمال. دونك غادي نجي لهنا في الكالك، غادي نحل هاد لو بلوس هذا، وهنا راه كيبانو كاين لو جروب 1 و لو جروب 2. دونك غادي ناخذ مثلا واحد غادي نلوكيه باش نقدر نخدم غير على واحد بهذا الشكل هذا. مثلا نقدر نجي نبدا نكبر في لو ديزاين ديال هذا الشكل ديال الدور بهذا الشكل بحال هكا. دونك بهذه الطريقه هذه كيبان لكم بان الشكل ماشي نورمال، كيخرجين هاد لي تريونغل هادو من لو ديزاين ديالكم. دونك كتخلو لو ديزاين مسيليكسيوني بهذه الطريقه، وكتمشيو لهاد لا بارتي هادي ديال الكونتور كتوركو عليها، كتختاروا هادي وكتختاروا هادي. وبهذه الطريقه هادي كما شفتوا ما بقاوش هادوك لي تريونغل. دونك هنايا غير ان تي بوغ هنايا، هادو كيتحيدوا من بعد. دابا ملي عندنا هاد الشكل هذا غادي نلوكيو وغادي نعاودو نحلو الشكل ولا ديزاين اللي عندنا الفوق. دونك هنايا كيبان لكم بانه مازال ما كيبانش لنا لو ديزاين، سي نورمال حيت هو اصلا ليكريتور بلو نوار، وهاد لو فون ولا هاد لو كونتور اللي درنا حتى هو بلو نوار. دونك غادي نجيو لهنايا غادي نختارو لا كولور مثلا بلونش بهاد الطريقة هادي. دونك كيما كتشوفو الشكل النهائي اللي حصلنا عليه، يعني سيميلير ليكزومبل الاخراني اللي شفنا في الكتوبه اللي كاينين اون لايف اكطوالمون. يعني نتوما تقدروا تاخذوا اي ديزاين بغيتو تخدموا عليه بطريقه سهله، ما كيطلبش الوقت بزاف باش تقدروا تصايبوا واحد لو ديزاين اللي هو زوين. غادي خصكم غير لو فون يكون زوين، وديك الساعه تقدروا تخدموا على بزاف الاشكال بهذه الطريقه هذه، ولا بيان سور تنوعوا. هذا غير هذه غير تكنيك بارمي دوتر. بيان سور تقدروا تخدموا على دوتر اكزومبل. دونك انا دابا ملي صايبت لو ديزاين ديالي غادي نحيد ديزاكتيفي الفيروياج اللي عندي هنايا، غادي نفيغي هادي باش ما تبرزطنيش بهذا الشكل هذا،
ودابا غادي نسيليكسيوني كلشي وغادي ندير كونترول جي باش نجروبي هادو كاملين، وكوم سا باش من بعد نديفيغويي لو كاري الكبير. انا كيعجبني هاد لو كاري هنايا، علاش؟ حيت او موا كنحاول نريسبكتيه باش او موا ليكريتور ديالي ما تقطعش. الا كنت او مومون ديال لامبرسيون ديال الكتاب، او موا انا جو سوي سور الا ما ديباسيتش هاد لو كاري هذا راه ما غاديش يتقطع. بيان سور بالنسبه ليكريتور، بالنسبه ليكريتور كاين مشكل، قدر او مومون ديروا النشر للكتاب امازون يجاوبكم كوم كوا راه الكتاب ديالكم راه فيه مشاكل، دونك كاين واحد لو تيكست اللي خارج من لا بارتي اللي يقدر تقطع او مومون ديال لامبرسيون ديال الكتاب، هما كيقولوها لكم في ميل. دونك انا الطريقه اللي كندير سي كو باش نبقى ديما بالي هاني، يعني كنسيليكسيوني لو ديزاين ديالي، كنسيليكسيوني هاد لو كاري، وكوم سا كنعاود نسيليكسيوني وكنسونطري لو ديزاين ديالي في وسط لا باج على هاد الشكل هذا. دونك يا اما نسونطري دونك اوريزونتالمون ولا فيرتيكالمون بهذه الطريقه هذه. دونك دابا لو ديزاين ديالي الي سونطري، دونك شنو غادي يبقى ليا؟ غادي نقدر هاد لو كاري نحيدو، ما غاديش نحتاجو حيت فينالمون غادي نحاولو نديرو لو ديزاين ولا لو باترن يشمل هاد لا باج كامله. كيما وريتكم في فري بيك هاد لو ديزاين هذا اللي قلنا غادي نخدمو عليه. دونك بيان سور غادي يكون عندكم شويه الخدمه اللي خصكم ديرو في هاد لو ديزاين، اللي هو بيان سور ترجعو من كولور للبلون انوار باش تقدروا تحطوه في لو ديزاين ديالكم. بون كاينين بليزيور فاسون دو الفير، انا كيعجبني صراحه نديرو مانيولمون، يعني نمشي كل بارتي مثلا نديسوسي لي جروب اللي كاينين ونبقى غادي بارتي بارتي حتى نرجع مثلا لي كولور كاملين نواغ بلون. دونك كاين اللي غادي تجي هاد الطريقه هادي ثقيله، ولكن نقدر نقول لكم بان هادي هي الطريقه اللي كنخدم بها انا، واخا كتاخذ ليا الوقت بزاف، ولكن كتجيني هي احسن طريقه اللي نقدر نميتريزي فيها لو ديزاين ديالي. يعني هاد الشكل هذا وانا خدام عليه كنبدل ولا كنحيد لي كولور، و ميم طون كنقدر نشوف شنو هما التحسينات اللي نقدر ندير في هاد لو ديزاين هذا باش يساتيسفي لو بيزوان ديالي. دونك هاد لا بارتي هادي بيان سور ما غاديش نبينها لكم كامله في الفيديو، يعني كتبقى شي حاجه اللي سام، كتختاروا لا كولور هنايا كتشونجيوها بلو بلون مثلا على لو فون، يا اما تحيدوه يا اما ترجعوا بلون بهذه الطريقه هادي. وانتم غاديين الا كانت شي حاجه مثلا كونتور بغيتو ديروا مثلا هاد الخط هذا، حيت هذا ما غاديش يبان لكم في الديزاين، حيت هنايا الا خدينا مثلا هاد الشكل هذا ودرناه بلون ما غاديش يبقى يبان لكم الخط كما كتشوفوا، ولكن بليتو انا مثلا نقدر نبغي نافيشي هاد لا كولور اللي كاينه هنايا، مثلا نقدر نبغي نافيشي هذاك الخط. دونك كيبقى لكم نتوما الاختيار شنو كيفاش تلعبوا على هاد لو ديزاين هذا وكيفاش تقادو. كاينه طريقه واحده اخرى، بيان سور تقدروا تسيليكسيونيو كل شيء في دقه واحده وكتمشيو لهنا الفوق موديفي لي كولور، كتقدروا تختاروا مثلا الا بغيتوا النيفو ديال لو غري مثلا، دونك يجبد لكم لو ديزاين فيه لو غري، ولكن انا جو ديكونساي هاد القضيه حيت بيان سور سا ريست كتاب ديال لي كولور، يعني من الاحسن نكون غير ابيض وكحل، يعني باش تقدر الشخص يخدم عليه ويدير ليه لي كولور ديالو. دونك غادي ندوزو نوريكم الشكل النهائي، يعني الشكل اللي حصلت عليه من بعد ما حيدت الالوان وكيفاش غادي ندخلوه في لو ديزاين ديالنا. دونك كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديالي اللي خدمت عليه، قديتو بالشكل اللي بغيت. يعني بيان سور كما كنقول لكم تقدروا تلعبوا على دي كولور اللي هما فونسي، يعني سورتو لي ديزاين كيكونوا دي كولور اللي لي لين ديالكم ديال لي كونتور كيكونوا يا يعني اما رقاق يا اما غلاض، يعني ما يكونش عندكم نفس الكونتور حيت كيجي شويه ممل. باغ كونتر ملي كيكون عندكم ان ديزاين اللي فيه دي لين اللي هما غلاض ولا دي لين هما رقاق، يعني ان ميلونج دي دو، كيكون شي حاجه اللي كتكون مزيانه كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. يعني شنو غادي يبقى ليا؟ غادي ناخذ غير لو ديزاين بهذا الشكل هذا، غادي ندير ليه كوبي وغادي نجي لهنا وغادي ندير مثلا واحد لو كالك جديد، دونك انا نسميه مثلا في الباك، وهنا غادي ندير كولي بهذه الطريقه. غادي تشوفوا بان واخا درت ليه واحد
وخدرت لي واحد لوكالك، بيان سور هو كريا لوكالك ديالو اللي بغا، دونك غادي نجرأ هاد لو روج باش نحطو هنايا، وهذا نقدر نسوبريميه سون بروبليم. دونك لو ديزاين هو عندي، دونك شنو غادي يبقى لي ندير، غادي ندوزو ماشي شويه، غادي نصغر شويه لو ديزاين باش يجي مع لاباج، ماشي فورسيمون يجي قد قد في لاباج، هناك فين كتبقى لا كرياتيفيتي ديالكم باش تقدروا تخدموا. تاني حاجه غادي نهز هاد الباك غادي نبطها لتحت باش كومسا تجي ورا الديزاين، يعني تكون في الباك جراوند. وشنو غادي يبقى ليا؟ غادي يبقى ليا غير شويه ديال لا كرياتيفيتي، يعني نقدر اوليو باش نديرها زعما افقيا، نقدر نانكلينيها بهذه الطريقه هذه، نحاول ندخل كاع لي موتيف في لو ديزاين ديالي بهذا الشكل هكا مثلا، على هذا الشكل هذا. وكم سا نكون حصلت على واحد لو ديزاين اللي مزيان، يعني هنا كما كتشوفوا كيبان لكم واخا لو ديزاين خارج على ليماج، بيان سور هادي ساغيس جوست في الستراتور، ولكن ليماج راه داخل فيها لو ديزاين. بغيتي تشوفوا لو ديزاين بلا هاد الاكستيريور ديالو، كتمشوا لهنايا الافيشاج، كتمشوا الافيشاج اون مود غوني بهاد الطريقه هادي، وهنا كتكونوا حصلتوا على هاد لو ديزاين بهاد الطريقه اللي كيبان ليا بانه ما خداش لينا بزاف الوقت، وفينالمون شي حاجه اللي زوينه اللي يقدر يجي الشخص ويخدم عليها بهذه الطريقه هذه. يعني هنايا كتبقى لا كرياتيفيتي ديال كل واحد فيكم باش يقدر يصايب شي حاجه زوينه. دونك جيسبر كو الكونتوني يعجبكم، ما بغيتش نطول عليكم بزاف هاد لا فيديو، حيت لو تيم اون سوا زعما هو سهل، يعني لا نيش سهله، كيبقى غير الشكل النهائي، يعني ديك الصوره ولا هذاك لو باترن لي لور هو اللي كيعطي هذاك لو شارم ديال الكولور. يعني تمايا الا بغيتو تمشيو بعيد خاصكم تقلبوا على شي حوايج اللي نتوما درتوهم، ماشي فورسيمون شي حاجه سيغ انترنيت، يعني كما انا اكسيديت ليها فاسيلمون ولقيتها في بيكسابي ولا في فري بيك، يقدر اي واحد بيان سور يدير نفس القضيه ويقلب عليها. يعني ان سارتان مومون الكتبه كاملين غيكونوا كيتشابهوا زعما في امازون، يعني الا درتي شي حاجه اللي هي يونيك ديالك تقدر تبان. Donc j'espère que le contenu est bon. N'hésitez pas à aller comme quelques questions par rapport à l'IHAJA, que ce soit illustrateur ou en relation avec ADP. مرحبا نقدر نجاوبكم الى عرفت بيان سور لا ريبونس راه غادي نجاوبكم. شكرا على المشاهده، بسلامه.